مرحلة الاكسبيراتوري سيركت هي بقى المرحلة اللي بتاخد من البيشنت، بتبتدي من عند البيشنت وتمشي في عكس الاتجاه، بيبقى فيه تشيك فالف عشان يبقى الدايركشن برضو من هنا للاوتسايد. بيبقى هنا فيه الاكسبايرد جاس، الاكسبايرد جاس دوت بيبقى بنقيس البريشر وممكن نقيس الفوليوم او الفلو ريت، وممكن ساعات بنقيس حاجه اسمها الان تايدال سي او 2، في بعض الاجهزه موجود وبيستعمل، في بعض الاجهزه ما بيستعملش، يعني في اجهزه المعتاده ما بيبقاش، ممكن ما يبقاش في ان تايدال سي او 2. فبيسكلي الكنترول هنا على الهواء اللي خارج بيبقى عن طريق برضه بروبوشنال فالف، بنفس الطريقه عندنا مايكرو كنترولر وفي درايفر بيبقى ايزوليتد، بيبقى عاده اوبتو ترانزستور ولا حاجه بالشكل ده عشان يكنترول البروبوشنال فالف. البروبوشنال فالف دوت هدفه الاساسي ان هو ما يفتحش الطريق تماما للهواء اللي خارج، يخلي فيه يعني يبقى بارشلي اوبن كده، بحيث ان هو يخلي فيه ريمينينج بريشر ات ذا اند اوف اكسبيريشن، اللي هو البيب، اللي هو البوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر. البيب ده الحقيقه واحد من الحاجات المهمه جدا وفيري ماتش ريكومندد ان ما يبقاش صفر، يعني بمعنى ان ما اسمحش ان الهواء او اللنجز بتاعت البيشنت توصل لاتموسفيريك بريشر ات ذا اند اوف اكسبيريشن، علشان البوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر ده بيخلي الالفيولاي بتكون اوبن، وبالتالي يعني بتمنتين الفتح اللي هو الموجود في الالفيولاي وبتحسن البرفورمانس بتاع الريسبيراتوري سيستم عموما. الحاجه اللي بتخرج من هنا حسب الكنترول هنا اللي موجود عندي بتاع الفالف دوت، بيخرج عندي الغاز بعد كده، يبقى الغاز اللي خارج ده بيبقى فنتد خارج الجهاز خالص. طبعا بيبقى يعني بتكلم على البريشر سنسور، هي الحاجه الاساسيه عشان الكنترول لوب دي اساسا بتبقى هدفها ان انا كنترول البيب، اكنترول البريشر النهائي اللي موجود عندي هنا في الجزء بتاع الاكسبيراتوري ليم. اوكي، فبالتالي احنا اللوب الاساسيه على البريشر كنترول. احنا بنعرف امتى الاكسبيريشن خلص، ممكن نعرفه عن طريق الفلو سنسور، او نتيجه ان احنا عندنا الجزء اللي هنا ده احنا عارفين البريشر والريزيستنس بتاعت البروبوشنال فالف معروفه، ممكن اكشوال استيميت الفلو هنا، فعشان كده الفلو سنسور ممكن يكون اوبشنال. الان تايدال سي او 2 بيستعمل في الاجهزه اللي تعتبر انتليجنت عشان تحاول تحسن البرفورمانس بتاع المود اوف فنتيليشن، وممكن هي تحاول كمان ان هي تغير في المود اوف فنتيليشن علشان تادابت لحاله المريض. فده طبعا ممكن يكون موجود في بعض الاحوال، ولما يكون موجود بيبقى الكنترول لوب بتبقى معقده شويه علشان بتبقى ساعتها انتليجنت كنترول، بيبقى بقى باخد الان تايدال سي او 2 مع الحاجات المطلوبه الاخرى زي البيب، وممكن اكشولي ادجست الان تايدال بيزد على الادجستمنت بتاع او الفاليو بتاعت الان تايدال سي او 2، ممكن اغير اكشولي البيب المفروض تكون كام، ممكن اغير كمان في مرحله الانسبيراتوري سيركت كنترول اغير البارامترز بتاعتي اللي انا بشتغل عليها. فبالتالي عندنا هنا مراحل كنترول في منتهى الوضوح. برضو هنا المرحله اللي هي بتاعت الكنترول الاساسيه هي على البريشر اللي هو بيحدد لي البيب، وبيسكلي في مرحله الانسبيريشن بيبقى طبعا السيستم ده لازم يبقى كلوز علشان ما ينفعش ان انا يبقى الهواء جاي لي من الانسبيراتوري ليمب ويدخل بعد كده يخرج من الجزء بتاع الاكسبيراتوري سيرك. ففي جزء الانسبيريشن الفالف ده بيبقى كومبليتلي كلوز. مرحله الكنترول بتاعت البيب بتحصل عن طريق في مرحله الاكسبيريشن تايم، وبيسكلي بتتم عن طريق طبعا بيبقى في عندي هنا ده الكنترولر وده الافكتور، وبعد كده في عندي هنا السنسور الموجود اللي بيعمل لي فيدباك، وبيحصل هنا عمليه مقارنه البيب المطلوب بالمقاس، وبيحصل الكنترول الجوريزم سواء كان بي اي دي او فازي او انتليجنت بيحصل داخل المايكرو كنترولر.